أهلا وسهلا بكم متابعين قناة شوف تالي. في هذا البشير جديد من مدينة الدار البيضاء، أجواء غريبة بعد منتصف الليل تزامنا مع التساقطات المطرية اللي عرفتها العاصمة الاقتصادية مساء اليوم. اللهم الحمد لله التساقطات المطرية اللي عرفتها جل مناطق المملكة. تتواصل معنا تتبعي قناة شوف تالي، نقدروا نقولوا ان الشوارع العاصمة الاقتصادية وبالضبط في وسط المدينة خاوية في هذه اللحظات تزامنا مع هذه التساقطات المطرية وهذه موجة البرد القارس. تقريبا درجة الحرارة هي 11 درجة في هذه اللحظة. تتابعنا الآن تتواجد بالضبط في الشارع الحسن الثاني أحد أكبر صوابع العاصمة الاقتصادية، وتشوفوا أنه خاوي من هذه الحرارة تزامنا مع هذه موجة البرد القارس وهذه التساقطات المطرية اللي عافتهم مدينة الدار البيضاء. تتابعنا كما شفت اليوم في هذا المباشر الليلي طلبوا من الناس السائقين ومن السائقين المهنيين تصوروا سياح أخرى والشاحنات تنقل الرائع والسلع بين المدن والحافلات تنقل الأوكار والمسافرين أنهم يتابعوا ويكونوا حاذرين من السياحة التي نعرفوا أن السياحة بالليل صعيبة بشكل ما، وزائد هذا المناخ تتعرفوا جل مناطق المملكة هاد الشتا هادي تزيد صعب السياقة لأنها تتحجب بشكل ما رؤية على السائقين، وتقدر الله يحفظ تسبب في انزلاقات الشاحنات والحافلات. لن تتبعي قناة شوف تالي المزيد من الحيطة والحرارة أثناء السياقة.
دائما مستباق للخدمة المزيد من الحيطة والحضارة والاحترام قانون السير ومنشوش بواحد السرعة مفرطة. دائما مستباق للخدمة المزيد في المباشر بمدينة البيضاء أجواء متيابسة وهي العاصمة الاقتصادية بعد منتصف الليل تزامنا مع موجة البرد القارس وهذه التساقطات المطرية اللي عافتها بلادنا وللحمد لله. تتبع خلال شهر إلى ونرى نوصل لعيتها المباشر إلى اللقاء في المباشر آخر شهر. دمتم في رعاية الله.